البوز. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام متواصلين مع حضراتكم في أشواطنا المتتالية في صباح هذا اليوم لتعلن انطلاقة شوطنا الحادي عشر للإبكار. انطلق هذا الشوط وحضرت هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة والمتواجدة من أجل الفوز والناموس. أبدأ مع المركز الأول وتابع طوع الحاضرة مع البداية، يقدمها حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي. والمركز الثاني القادمة مع المركز الثاني ثمين ضيدان بن سالم بن علي المري يقدم لنا ثمين، بينما المركز الثالث الحضور من شعار إشهاب بن حمد بن علي الجحافي يتقدم ليقدم لنا النشلة، النشلة هي القادمة. والمركز الرابع الحضور من الجافل حمدان بن محمد الخريبان النعيمي مقدما لنا الجافل، بينما المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات من طواري غانب بن محمد بن فارع بن حمود الظهري. هكذا النداء للخمس المراكز الأولى الحاضرين والمتواجدين من أجل الفوز والانتصار. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، إلى من تتقدم في هذه اللحظات. ثمين ضيدا بن سالم بن علي القوز المري من يقدم لنا ثمين، ثمين مع البداية، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن أحضرت في هذه اللحظات الجافل ليحضر حمدان بن محمد الخريبان النعيمي. بدأ في الحضور بينما القدوم أحضرت في هذه اللحظات أيضا بكل قوة لتتقدم وتحضر هنا مشاهدينا الكرام. القادمة ثقة لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، ولكن الوصول من أحداث في وسط هذه الأحداث ناصر بن سليم بن صغير الوهيبي يقدم لنا أحداث، بينما القدوم شعار مهير بن محمد بن خميس الكتبي مع صروح القادمة. الله 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 على هذه المعركة، الله على هذه الانطلاقات والحضور. صروح صروح بالصوب الكتبي هو القادم هو الحاضر. هنا أتابع الخمرية محمد بن ضبيب الراشد الدرعي القدوم أيضا والحضور من ثقة أحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، ولكن أعود إلى أحداث ناصر بن سليم بن صغير الوهيبي، ولكن غيرت الخمرية بسم الله عليها بسم الله حواليها. هذا العرض الكبير، هذا العرض الخطير وشعار كبير وشعار خطير. الخمرية محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليها وحواليها. هذا عرض الكبار، هذا عرض العمالقة، هذا عرض النجوم. يا راعي الخمرية يا راعي الخمرية تسلم يمينك على هذا العرض الكبير اللي قدمته مع الخمرية محمد بن ضبيب الراشد الدرع. المركز الثاني شعار مهير بن محمد بن خميس الكتبي، المركز الثالث كان حضور ثقة لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، والمركز الرابع أحداث ناصر بن سلي بن صغير الوهيبي، والمركز الخامس
كان حضور الجافي لحمدان بن محمد لخريبان النعيمي. تهانينا لراعي الخمرية ومالك الخمرية محمد بن الضيب الراشد الدرعي، قدم الأداء الكبير وقدم العرض الممتاز في الأمتار النهائية ليقدم هذا العرض الفنان. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار، يستاهل راعي الخمرية هذا الناموس وهذا عرض الأبطال. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 4 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. المركز الثاني كان حضور أيضا مشاهدين الكرام شعار مهير بن محمد الخميس الاكتبي مع المركز الثاني، 4 دقائق 29 ثانية وجزء واحد من الثانية. المركز الثالث ثقة لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، 4 دقائق 32 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الرابع كان حضور وتواجدي ايضا احداث ناصر بن سليب بن صغير الوهيبي، 4 دقائق 33 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس كانت الجافل لحمدان بن محمد لخريبان النعيمي، توقيته 4 دقائق 33 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.